بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا عن شكل جديد من أشكال البكتيريا. نحن بالمحاضرات السابقة كلها حكينا عن الكوكاي والباسيلاي وما بينهما. اليوم راح ناخذ بكتيريا ليست كوكاي وليست باسيلاي بالشكل اللي تعودنا عليه، وإنما سبايرال، فنقول عليها سبايرال جرام نيجاتيف بكتيريا. خاف عندكم بالقالب، احنا هذا القالب مال المحاضرات السابقه فعد اللي اياه اي بالقالب، خاف اكو كاتبين جرام نيجاتيف يمكن كوكاي، نغيره نسوي سبايرال جرام نيجاتيف بكتيريا، لان هذا قالب انا اشتغل عليه كل المحاضرات. بالسبايرال راح ناخذ مجموعه مهمه نسميها سبايرو كيتس. سبايرو كيتس من هاي هنا نشوف دائما يعني هاي الملخصات الصور هي تعرض تقريبا اهم الملامح بالمحاضره، فدائما تعلموا يعني انتم تسوون ملخصات المحاضراتكم. اهم جينس بالسبايرو كيت هو تريبونيما بالنسبه لنا، واهم سبيشيز باليدا، فتريبونيما باليدا هذه هي هيومن باثوجين اونلي، نقول عليها اوبليجيت هيومن باراسايت، فقط الانسان جرام نيجاتيف هي، بس ما تكون بالاشكال اللي اعتدناها الاثنين، تكون سبايرال. نذكر احنا التقسيم كوكاي باسيلاي اند سبايرال، فهذه من السبايرال. المرض الرئيسي هو السيفلس، مرض منقول جنسي STD إذا نتذكر هذا المصطلح زين، تدخل عن طريق السكين أو الميوكوس ممبرين مال الجينيتاليا أو عن طريق الميوكوس ممبرين مال الماوث، والتركيب مال جسمها بيه فتشكل مميز. هاي السباركت أنا هدفة شيء جديد نسميه إندو فلاجيلا. إحنا أخذنا سابقا الفلاجيلا هو كسترنال طالع برا الجسم، راح نشوف اليوم الفلاجيلا نسميه اندو. ليش اندو؟ راح نتعرف عليها بعد شوي. فخلينا نجي على السبايروكيتس. الصوره عامه هاي الجروب هي لونج سلندر هيليكالي كويلد، ملتفه بشكل شنو؟ حلزون. هي بالاصل سلندر، اذا تتباع لها هي اسطوانيه، ولكن صاير بي مبرومه هيليكالي كويلد، مبرومة حول نفسها، صايرة سبايرال بشكل سبرينج، أو نسميه كروك سكرو، مثل برغي خشابي. شايفي البرغي الخشابي؟ نا هواي مشمرات عندكم زين، بالضبط تاخذ هذا الشكل. بالأصل هي شنو؟ باسل. كروك سكرو شيبت باسل، هذا وخر البرمة هاي هي باسل زين. بعد هاي التريبونيما باليدام عندها اوتر شيث، هذا الطبقة الخارجية نسميها اوتر شيث، هاي الطبقة الخارجية اوتر شيث، بداخلها موجود الاوتر ممبرين، فهاز ان اوتر شيث، انسايد ذا شيث ذير از اوتر ممبرين، فهي جرام نيجاتيف لان السيلول مالتها متكون من اوتر ممبرين. بس راح نشوف انه بالاوتر ممبرين اضافه هذا الشيث يحتوي على اوتر ممبرين و which contains peptidoglycan، يحتوي بداخله ايضا على طبقه البيبتيدوغلايكين، وبالتالي and maintains the structural integrity of the organisms. فهذا الاوتر شيث بما انه يحتوي على اوتر ممبرين ولجوه من عنده موجود بيبتيدوغلايكين، واحنا نعرف البيبتيدوغلايكين هو اللي ينطيني شنو؟ الشكل والصلابه الانتجريتي، فيحافظ لي على الصلابه البنيويه او التكامل البنيوي، the structural integrity of the organism maintain يعني يحافظ. فهذا التركيب متكونه من اوتر شيث لجوه من عند اوتر ممبرين وموجود اكو بيبتيدوغلايكين، وبالتالي هذا التركيب راح
maintains structural integrity of the outer. فإذا أقول لك الأوتر شيث يحفظ لي structural integrity مال السبايروكيت أو التريبونيما باليدوم، قول صحيح. البيبتيدوغلايكين اللي موجود ب زين أقول هم صحيح، اللي هو يعني جوا الأوتر ميمبرين. زين بعد عندي في التركيب أسميه إندو فلاجيل أو نصيح للخيوط المحورية أكزيال فيلامنت، هاي دي تشوفوها أكزيال فيلامنت، هاي الخيوط نسميها أكزيال فيلامنت، بمجموعها راح تكون لي الإندو فلاجيل. شنو الفلاجيل هذا؟ هو لا هو فلاجيل لايك أورجانيلز، هو نفس الفلاجيل الموجود في بقية البكتيريا كانت جرام بوزيتيف أو جرام نيجاتيف، ولكن يختلف. فلاجيل لايك أورجانيزم فاوند وين؟ إن ذا بيريبلازميك سبيس. فهذا وين موجود؟ بالبيريبلازميك سبيس، باع عليه بالصورة هنا. أنا هذا عندي أوتر شيث أند أوتر ممبرين، مو؟ الطبقة اللي جواها هي البيريبلازميك سبيس، هذا هو البيريبلازميك سبيس. بالبيريبلازميك سبيس أشوف هذا التركيب الخيطي اللي هو صوت يمشي داخل البيريبلازميك سبيس. هذا الشيء فريد ما شفناه سابقا، أنه الفلاجيلا ما مطالع خارج الجسم وممتد له، وإنما ماشي داخل الجسم داخل البيريبلازميك سبيس، ومثل ما نشوف بالصورة أنه كوتد باي أوتر ممبرين. الطبقة اللي فوقها شنو هي؟ أوتر ممبرين، لأن هو بالبيريبلازميك. نعرف إحنا بالجرام نيجاتيف عندي أوتر ممبرين، بتيدي غلايكين لاير تكون ما بين البيريبلازميك سبيس، فإذا ورا الأوتر ممبرين عندي بيريبلازميك سبيس مقطوع بالبتيدي. هنا أنا أيضا راح يمر بي بالبيريبلازميك الفلاجيلا، أو أسميه إندو فلاجيلا أو إلى اسم ثاني أكزيال فيلامنت. أكزيال فيلامنت باو عليها بالصورة. هذا الفلاجيلا هذا واحد ده يمشي بهالصورة هاي ويا الطيات، يفتر هو تخيله ده يفتر ويا الطيات، بس كله بوين؟ بالبيريبلازميك سبيس. تباعوا من هالجهة أكو لون ثاني، فإذا أكو واحد ثاني ده يجي من هالجهة ويمشي، وين يتلاقون؟ بالنص. نشوفهم يتلاقون ويشابكون. فإذا أنا عندي تو فلاجيلا بالحقيقة، كل واحد ينشأ من قطب من طرف من نهاية ويمشون على طول جسم البكتيريا ويشابكون بالمنتصف. فنقول the endoflagella begin at each end of the organism. فهمنا؟ they begin من كل نهاية and went and around it extending to and overlapping at midpoint. راح يمشون ويمتدون ويشابكون وين؟ بالميدبوينت، هاي بالمنتصف مال الجسم. واضح؟ زين. inside the endoflagella اللي جوا من عنده، هذا هو الاندوفلاجيلا ذنباع بالصورة، اللي جوا من عنده شي جي cell membrane أو الانر membrane، راح يحيط البروتوبلازم مال الخلية اللي راح يكون بشكل اسطواني. فإذا inside the endoflagella there is شنو؟ cell membrane أو نسميه inner membrane that provide osmotic stability، راح يضمن إن الاستقرار التناضحي and covers protoplasmic cylinder. هذا نشوف البروتوبلازم اللي للداخل اللي يحتوي على الريبوسومات وعلى الكروموسوم. زين يكون بشكل اسطواني، او هنا دمباع بهاي الصورة السابقة كلش واضح. هذا البروتوبلازم يكون بروتوبلازميك سلندر بشكل شنو؟ اسطواني مثل شكل البكتيريا. زين ويحتوي بالداخل الاضيوات الداخلية. زين فاذا الميز هنا انه السيل ممبرين هو اللي يحفظ لي الاوزموتيك ستابلتي،
بينما set structural integrity هي يلعب بها دور البتيدوب، لكن اللي هو جزء من ال outer sheath مال ال spirocket. طبعا جوا ال cell membrane اكو a series of cytoplasmic tubules اللي هي نسميها fibril، هذه ضيوات حركية. شون نقول من تسوي صبة مع البيت، حتى تلزم الصبة لازم شي تحط شيش تقعد حتى تقعد بيلز، نفس الشي سيتوبلازم اكو فتنت من الفايبريل حتى تقعد بيل عضيوات مال الخلية. طبعا بحقيقة النواة نشوفها اكثر، هنا عضيوات ما عندنا قليلة بس رايبوسومات والكروموسوم. فاسيرز اوف سيتوبلازميك تيوبولز نسميها بادي فايبريل، هي الـ 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 الخيوط مال الجسم، are inside the cell near the inner membrane. هاي هنا نشوفها للداخل مقاطع عرضية دائرية من عندها ممكن نشوفها. زين البكتيريا شلون تنقسم؟ تختلف عن الجرام بوزيتيف والنيجاتيف؟ شو تقول؟ سبايروكيت او التريبونيما ريبروديوس باي، تنقسم يعني ريبروديوس شنو؟ تتكاثر يعني تنقسم بها طريقة فيجن. هي شو يختلف عن الباينري فيجن؟ هو نفسه اذا تذكرون طينا له اسمين، قلنا باينري فيجن او نسميه ترانسفيرس فيجن، الانقسام المستعرض. فاذا نفس الشيء. زين بعد نجي ناخذ الان الجينس اللي قلنا مهم بالنسبه لنا والسبيشيز المهم اللي هو يصيب فقط الانسان ما يصيب غيره من الكائنات اللي نسميه تريبونيما فاليدا، والديزيز اللي سببه سيفلس مرض الزهري. زين خلينا نجي نحكي على المورفولوجي اند ايدنتيفيكيشن. اذا نباوع بالصوره هاي، هي البكتيريا شنو؟ اسطوانيه ولكن صايره بشكل كويل سبايرال ملتفه سبرينج حلزونيه. واذا نباوع هاي اللفات، إذا أجيب مسطرة وأقيس المسافة بين هاللفة وهاللفة وهاللفة تقريبا ثابت متساوي، مثل الدي ان اي من يفتر ما بين لفة ولفة المسافة ثابت. فنقول تريبونيما باليدم ار سلندر، هي بالأصل سلندر بس سبايرال سلندر سبايرالز، العرض مالتها 0.2 أو أقل مايكروميتر ويدث and 5 to 15 micrometer in length الطول. فمتطاولة هي ولكن السمك مالتها جدا قليل. The spiral coils are regularly spaced. هاي اللي حكيت، اللفات هاي مال السبرينج تلف بانتظام at a distance of 1 micrometer from one another، بين فرة وفرة 1 micrometer. زين فإذا أعرف كم فرة أقدر أعرف الطول مال المايكرو أورجانزم. زين التريبونيما باليدم هي أكتيف موتايل جدا موتايل، وعدها أكثر من نوع حركة. هنا أنا منطينا نوع من الحركة قال روتيتينج ستيدلي around their endoflagella even after attaching to cells by their tapered ends. هي صايرة بشكل مبرومة سبرينج، فالفلاجيلا من هالطرف من الفلاجيلا. هذا هو شلون تبدأ الحركة، تبدأ من الطرف منه الفلاجيلا بيقرص يفر القرص يتحرك الفلاجيلا فصير برمة منه وصير برمة منها، فالبكتيريا راح ظل تتحرك تهتز بشكل ثابت مستمر rotating steadily. زين حول الاندوفلاجيلا اللي صارت محور، فلذلك يسموها شنو axial filament. واضح ظل تبرم على روحها حول هاي الفلاجيلا مالتها تتهزهز يعني بخلق نقول. زين the long axial أو long axis المحور الطولي of the spiral is ordinarily straight، مثل ما دي نشوف هي المحور الطولي هذا مالتها
ككل بنشوفها محورها الطولي مستقيم، هي مبرومة بشكل مستقيم، محور الطولي مستقيم، إذا نجر خط عدل مستقيم. ولكن أحيانا نتيجة هاي البرمة من هالطرف أو من هالطرف، عندي قوتين آني، واحدة تبرم منها واحدة تبرم منها، مرات تنطبق البكتيريا بحيث تصير بشكل دائرة وترجع للحظات. فيقول the long axis of the spiral is ordinarily straight but may sometimes bend so that the organism forms a complete circle. تنطبق على روحه. For moments at a time, للحظات. Returning then to its normal straight position. تبرم على واحد وترجع حسب القوة يعني تتغلب وترجع. واضح؟ زين. هذا المورفولوجي مالتها شلون شفنا؟ التيبيكال اورجانيزم مورفولوجي شلون شفنا؟ لازم نستخدم صبغات، مو صحيح؟ او طريقه للفحص للديمونستريشن. تعودنا سابقا الديجرامستي وشفنا شويه بالاتيبيكال بكتيريا ان بعضها ما تاخذ الجرامستي، رحنا على طرق اخرى اذا تذكروا. نفس الحاله هنا، انا بس السبب هنا شويه يختلف. هنا اذا تذكرون قلت لكم السمك مالتها كلش قليل، يعني 0.2 او اقل من 0.2، تصل الى 0.1 مايكرومتر. فمن تصبغها جرامستين ما تبين. فذا سبايرال اللي هي تريبونيما باليدا، قلنا افضل مثال على سبايرالز هي من تريبونيما باليدا. The spirals tryponema pallidum are so thin that they are not readily seen. ما أقدر أشوف باي جرامستين، هاي أحفظها بقلبي أكتبها على صفحة، هو ما كاتبها هنا بس هي العبارة ما مكتوبة حتى بالكتاب، راجعتها ما كاتب. مفروض يقول باي شنو؟ باي جرامستين. طب ما بلا صبغة أنا أجابها تحت المجرى احتيالي، طبعا ما تبين، هي البكتيريا العادية بلا صبغة من أجب البلاد ما تبين إلا أسوي كونتراست. زين، مو بسهولة يعني أقدر أشوف. So يعني إلا إذا كانت متحركة أقدر أشوفها، مثلا من أخذ من عينات أقدر أشوف المتحركة بالعادي، بس هاي حجمها صغير كلش، فبدون صبغة ما أقدر أشوفها، وبصبغة هم راح أقدر أشوفها. ليش؟ لأنه قطر مالتها السمك كلش قليل. They are so thin that they are not readily seen. كلش نحيفة، فبالتالي ما أقدر أشوفها مصبوغة أو غير مصبوغة. مصبوغة بيمن بالجرامستي، زين؟ إذا مصبوغة بالجرامستين ما راح أقدر أشوف، ما لم أنلس هنا أنا أخلي جواها دائرة كبيرة، ما لم شو سوي؟ عدلي ثلاث طرق اللي استخدمتها مثلا بالكتسية أو بالكلاميديا إذا تذكر، اللي هي إمينوفلورسنت أنتيبادي أو دارك فيلد إليومنيشن، أو راح نجي نشوف السيلفر impregnation. خلينا نشوف انذن وحده وحده نفتهم. الهيمينوفلورسنت ستين صور شرحت لكم سابقا، انا اجيب اجسام مضاده سبيسيفيك للتريبونيما باليدا. فاذا اكو بالعينه بالسائل اللي جايبه ومسوي السلايد مالتي، انا اكو من اصبغها هاي الصبغه الانتيبودي تشلب الانتيبودي، انا رابط وياها صبغه مضيئه، من تشلب الانتيبودي الصبغه تضوي. أجي تحت المجهر هذا مالتي الفلورسنت مايكروسكوب، هم أي مجهر، أشوفها ضوت أصفر، ضوت أصفر الصبغة الإضاءة مالتها الإليمونيشن أصفر، البقية إما ظلمة أو غير لون الخلايا. فإذا ذولا كلهم نيجاتيف، هذه هي التريبونيما باليدا. فهي أول شيء، فكلش نحيفة ما تبين بالصبغة العادية الجرامستي، زين. أو لا ما أصبغ بس أستخدم بدل اللايت مايكروسكوب الكمباوند العادي اللي قلنا ما راح تبين به، أجي أستخدم دارك فيلد مايكروسكوب أو نسميه إلومينيشن،
نفس المعنى. إذا قال لك مايكروسكوبي أو دارك فيلد إلومينيشن صح، أو دارك فيلد مايكروسكوب. هذه قلنا شو نسوي؟ نستخدم نتحكم بالإضاءة، نجهر بمزود الفلاتر الخاصة ويوجه الإضاءة بشكل خاص، تروح تخترق بس البكتيريا بس العينة مالتي، والباك جراوند تطلع ضلمة مثل ما دا نشوف بالسلايد، فأقدر أشوفها. وإذا هي موتايل فراح أشوفها موتايل، ذي كلش واضح. زين، بعد ثلاثة قلنا هي كلش ناعمة فما تنشاف من صبغها، بيا صبغة صبغتنا الاعتيادية الجرامستين أو ربعها اللي هي نسميها ألين دايز، التوباثولوجي بعدكم بالثالث مو؟ فذن ما تعرفوهن الألين دايز اللي هي كريستال فايوليت، السفرانين، المثلين بلو، الكاربولفوكسين اللي هي مشتقات الجرامستين وربعها، أو حتى صبغة الأسيد فاست. بأي ما داي أي صبغة من ذني من نخليها من الألين داي ما تنصبغ. ليش؟ لأن هي نحيفة كلش. زين، فمتبين متبين تحت المجهر، فلازم شو سوي؟ طريقة نسميها سيلفر إمبريجنيشن. شنو السيلفر إمبريجنيشن؟ هي أنه إن ملغطها بالأملاح الفضة، ففت شيء أنت وجبته ملغطته بأملاح الفضة، السمك مالته ايش راح يصير بيه؟ يزداد. نهاية مو صبغة عادية، وإنما أنا دا يعني إمبريجنيشن بالضبط بالمعنى العام مالتنا تقول تملغط الفرد شيء. فشون شبهت جماعتكم أنه الدجاج هم يسوونه كريسبي، يجي يخلي له طحين وصفار بيض، فالحجم مالته شنو؟ يزداد. من ازداد حجمها شفته بالمقاطع اللي عندي. ف they do not stain well with aniline dyes، ما تبين بين كريستال فايوليت سفرانين أو الكاربولفوكسين، ما تبين. But they can be seen in tissue when stained by silver impregnation method. فهاي نترات الفضة ترسبت عليها طلعت بلون أسود، شفت الخيوط هذه بشكل خيوط اللي هي spiral، حقيقة spiral. واضح؟ فعندنا هاي الثلاث طرق نحفظها. زين، جاء الكالتشر، هل تزرع التريبونيما؟ يقول أنه نهائيا ما يمكن ننميها بشكل مستمر على أوساط الزرعية مالتنا الاعتيادية نسميها artificial culture media، أو بأجنة البيض infertile eggs، أو بالتشو كالتشر يعني السيل لاين الهيلاسيل المكويسيل الغيرة متن. فبأي طرق الزرع الموجودة كانت خلايا حية أو ميديا صناعية ما تنمو بشكل مستمر. زين، ولكن ممكن تبقى بالعينات اللي نأخذها من المريض؟ نعم ممكن، وتعتمد. مثلا in proper suspending fluids and in the presence of reducing substance، لما أخذ أنا عينات من سوائل التهابية من القرح اللي تتكون بالأعضاء التناسلية للمرضى وسويها معلق وخلي لها مادة مختزلة، راح تبقى عدلة ومتحركة remain viable and motile for 3 إلى 6 أيام بس بدرجة حرارة 25. فهذني أحفظه، ممكن أسأل يعني أقول لك مثلا how long can treponema pallidum remain motile in a proper suspended fluid، تقول لي من 3 إلى 6 25. ممكن يقول لك 3 إلى 6 بس درجة 40 أو درجة 0، تقول له لا تدور على الحافظة غير هذا غلط. واضح؟ أو لا أقول لك how long can treponema pallidum remain viable in whole blood or plasma المخزونة بأربعة مئوي، تقول لي على الأقل 24 ساعة على الأقل. يعني إذا قال لك 5 ساعات أو ساعتين أو 7 ساعات شو تقول لي؟ تقول لي غلط. لا غلط، هي على الأقل 24 تبقى،
واضح؟ at least إذا قال at least five at least four ينطيني، أقول له غلط، لا هي أكثر تبقى، على الأقل 24، واضح؟ بدون at least إيه ممكن، بس إذا خلى at least ما يصير، لأن at least ده يقول على الأقل يعني ممكن أكثر، إذا طاني أقل غلط، واضح؟ بدون at least إيه، هاي أنت لازم تكون ذكي بيها، صحيح؟ زين. وهذه طبعا تمثل فد تحدي لبنك الدم، لازم يديرون بالهم من هاي المسألة which is of potential importance in blood transfusion، يعني إذا ما فحصين زين لازم يأخروا أكثر من هذا الوقت حتى إيش يكون للتريبونيوم. زين، خلصنا من هاي الكالتشر والمورفولوجي، نجي على الانتيجينيك ستراكتشرز. شوف هاي البكتيريا المرضية، السلالات المرضية من عندها التريبونيوم تصيب بس الإنسان وما تنزرع، فبالتالي صعب أنه نعرف نختبر الأنتيجينات الموجودة من عندها، لأن إحنا عادة الأنتيجينات نستخلصها ونحقنها ونشوف شوف تأثيراتها لنعرفها. فأنطونا مجموعة من الأنتيجينات يتوقعون ذولا لهم تأثير، بس بالضبط بالتفصيل ما حجونا، فنحفظهم يعني كجروب. اولا الاوتر ممبرين، لان قلنا به هواي شغلات بالليبيد وبالبيبتيدوغلاي يعني بالليبيد وبالبروتينات وبه هواي اشياء. زين، لجوا من عنده موجود البيبتيدوغلايكين، وجوا البيبتيدوغلايكين منه السيتوبلازمك ممبرين، فنسميه بيبتيدوغلايكين سيتوبلازمك ممبرين كومبلكس، صحيح؟ احنا نعرف الاوتر ممبرين يجي وراه البيريبلازميك سبيس وبنصه موجود البيبتيدوغلايكين، واللي جوا من عند السيتوبلازميك ممبرين والفلاجيل اللي ايضا بالنص موجود، يعني ماشي بداخله. زين، بعد اذا اكو موجود عندي بروتينات ممبرين بروتينز، يقول انه هاي الممبرين بروتينز ار بريزنت ذات كونتين كوفننتلي باوند ليبيدز ات ذير أمينو تيرمينال. يقول الممبرين بروتين اللي موجودة تحتوي على أواصر تساهمية ويا الدهون كوفالنتلي باوند ليبيدز، مرتبطة بشكل تساهمي مع من؟ مع الدهون بالطرف الأميني مالتها، يعني كل بروتين موجود بنهاية أكو ليبيد نشلب وين؟ بالنهاية الأمينية الأمينو تيرمينال، مو احنا نعرف البروتين بي ان تيرمينال وبي سي تيرمينال او كاربوكسيل تيرمينال، مو صحيح؟ زين، اي فهاي بال الان تيرمينال موجود مرتبطة ليبيد بالبروتينات اللي موجودة بالممبرين، وشافوا انه هاي الليبيد تحجب البروتين عن استجابة المناعية مع الجسم تغطيه. فذا ليبيدز، اذا بعد بروتينات وعندي بعد ليبيد، ذا ليبيدز ابير تو انكر ذا بروتينز تو ذا سيتوبلازميك اور اوتر ممبرين. هاي الليبيد تجي على بروتينات، احنا نعرف اذا تتذكرون الجرام نيجاتيف بيها اوتر ممبرين وبيها انر ممبرين، الاوتر هو اللي بيه ال بي اس اذا نذكر، والانر هو سيتوبلازميك ممبرين، بس بالثنين اكو متشلبه بروتينات واكو بيهن ليبيد. فيقول الليبيد هاي قسم تشلب البروتينات للاوتر ممبرين وقسم تشلبه للانر ممبرين، واضح مر علينا سابقا. زين، عاده البروتينات متشلبه اما بالانر ممبرين او متشلبه بالاوتر ممبرين. زين، فاذا افتهم انه عندي اوتر ممبرين، عندي بيبتيدوغلايكين والممبرين كومبلكس او السيتوبلازمك ممبرين كومبلكس، عندي ممبرين بروتينز، عندي ليبيدز، وعندي الدورتجي اندوفلاجيل اللي هو موجود قلنا وين؟ ان بيريبلازميك سبيس. هاي كلها انتيجينيك ستراكشر محتمله، ما حدد لسه هو ذا اندوفلاجيل ار بريزنت ان ذا
بريبلازميك سبيس. زين، بعد هذه انزيم تفرزه يساعدها بتحطيم الماده البينيه ما بين الخلايا، شو اسمي هيال يورينيديز، خدنا سابقا ما راح لي انا يحطم لي الهيال يورينيك اسيد. هنا انا رجع شرح لنا شويه على الاندوفلاجيلا، قال يتكون من ثلاث مجاميع اساسيه من البروتينات. The endoflagella are composed of three core proteins. ثلاث مجاميع اساسيه من البروتينات، وهي تكون مماثله that are homologous to other bacterial flagellin proteins. مثل ما هو يعني احنا تذكرون الفلاجيلا سابقا قلنا متكون من فلاجيلين بروتين، فيقول مثله بلس، ولكن ويا اكو unrelated sheath protein. ألقى ويا ممكن sheath protein ما له علاقة، unrelated sheath protein. زين، آخر antigenic structure وهو المهم، أنك فد مادة نسميها cardiolipin، هذه راح نشوف تفيدنا بالتشخيص. Cardiolipin is an important component of treponemal antigen. هو موجود من ضمن انتيجينات التريبونيم، بس هو مو خاص بيها بس. هذا الكارديوليبين هو فوسفوليبيد موجود بأنسجتنا وأنسجة الحيوانات، فراح نشوف شو نستفاد من عنده بالتشخيص. زين، واضح لهنا يا نجي على الإمراضية، العفو الباثوجينيسيس، السير المرضي والإمراض الباثولوجي والعلامات السريرية. نشوف أنه يعني بشكل عام قال نقسم المرض حسب طريقة العدوى إلى نوعين: acquired syphilis و congenital syphilis. acquired يعني يكتسب أثناء الحياة، الكونجنتال يكتسب في المراحل الجنينية. كونجنتال معناه بالمراحل الجنينية. أوكي، طبعا لمعلوماتكم هو المرض بيه ثلاث أطوار يسموه البرايمري والسكندري والترشري، هاي ما ذكرها ما علينا بيها. زين، نجي على الأكوايرد سيفلس. قلت لكم أنه التريبونيما تصيب فقط التريبونيما باليدا، فقط الانسخ، فيقول natural infection with treponema pallidum is limited to human host only، فقط ما بيها مضيف ناقل ولا حيوان وسطي ولا آخر. واضح؟ زين، شون تحدث الإصابة؟ human infection is usually transmitted by sexual contact. الطريق الرئيسي هو عن طريق الاتصال الجنسي. شلون؟ and وبعد and the infection أو infectious lesion، العفو، and the infectious lesions on the skin or mucous membranes of genitalia. أولا عن طريق اتصال الجنسي، فيصير تبادل للسوائل المصابة ما بين الشخصين. اثنين، ممكن إذا واحد من الشريك يعني يكون عنده آفات جلدية على الأعضاء التناسلية مالته أو على الجلد مالته، زين، ممكن أيضا تسبب الانتقال المرض إلى الشخص الآخر. فالinfectious lesion on the skin إما على الجلد أو على أغشيته المخاطية مال الأعضاء التناسلية، جينيتاليا معناها أعضاء تناسلية. زين، treponema pallidum can probably penetrate intact mucous membranes or the organisms may enter through a break in the epidermis. ايش المعنى؟ شو تقولون؟ شلون طبت للجسم؟ اما الاغشية المخاطية طب عن طريق الاغشية المخاطية سليمة ما تحتاج روحية، قدها ميكانيكية مثلا، ها واحد من الشغلات اللي ساعدها لها هي اليورينيز فرضا، تقدر تختر. فبالأخشية المخاطية طب براحت
ليش؟ لان قلنا عن طريق عمليه الاتصال الجنسي، غشاء مخاطي مع غشاء مخاطي. او لا والله اذا اكو جروح بالبشره بالجلد مال الشخص اللي ما مصاب الطب له وتحدث الاصابه، اذا or the organism may enter through a break in the epidermis of skin of person. زين دخلت سبايروكيت من طبت عن طريق الجلد او الاغشيه المخاطيه، ايش راح اسوي؟ multiply locally at the site of entry، تتكاثر منطقه الدخول. وين طبت؟ بالمكان. ومن الجلد مثلا تاخذها الفاغوسيتيك سيل اللي موجوده بالجلد، راسا تاخذها توديها للريجنال لينف نود اللي نسميها نير باي لينف نود. وين اكو لينف نود قريبه؟ توديها الفاغوسيتيك سيل. نعرف احنا الدور اللينف نود وين تودي؟ للبلاد ستريم. اند ذن ريتش ذا بلاد ستريم، وصلت للدم. هنا يقول خلال من 2 إلى 10 أسابيع بعد ما طبت للجسم وافترت، راح تبدي الدور شو تسوي لي؟ تطلع لي على الجلد بشكل بطباطات. A papule develops at the site of infection. وين المكان اللي طبت وتكاثرت به بالبداية؟ راح تطلع على السطح بشكل بطباطة. وتطق هاي البطباطة تصير قرحة وتبدي تعدي. واضح؟ إذن أباب، إذن بعد من 2 إلى 10 أسابيع من الإصابة، وين المكان اللي طبت به؟ دخلت بالبداية site of infection. A papule develops at the site of infection and breaks down to form an ulcer. تنفجر هاي البطباطة تصير قرح. With a clean hard base. القاعدة مال هاي القرحة تكون صلبة ونظيفة. فطوها اسم سموها hard canker. Hard canker. أميزة عن اللي يسبب الهيموفيلوس ديوكري، ذاك نسميه كانكرويد. عليكم السلام ورحمة الله. هذا نسميه كانكر، هارد كانكر. ذيك نسميها كانكرويد. فانتبه، بس اثنيناتهم منقولات جنسية. زين ذيك إذا نذكرت كنا نقول بها ألم شديد. زين هذه ما حكى عنها، هي ما تسوي ألم، الفرق بيناتهم. زين نجي حسب طريقة العدوى. النوع الثاني قلنا هو congenital syphilis. congenital syphilis هنا a pregnant woman with syphilis can transmit treponema pallida to the fetus through placenta. الأم الحامل تعدي طفلها، جنينها، مو طفلها، جنينها، عن طريق المشيمة. تنقل التريبونيما، تعبر المشيمة، تروح للجنين. شو وقت؟ بالأسبوع العاشر إلى الأسبوع الخامس عشر من الحمل. 10th to 15th weeks of gestation. gestation معناه pregnancy. هاي إذا ما تعرفون يعني pregnancy يساوي gestation. مصطلح ثاني إلى pregnancy حمل، gestation أيضا حمل. زين لحد هنا إن شاء الله الأمور واضحة. خلصنا من المواصفات الجرثومة، طريقة الانتقال، المرض وأنواعه، دخول الجرثومة وكيفية العدوى واسم المرض. السنجي على التشخيص المختبر. بالتشخيص المختبر قلنا دائما يركز على أنه يقول لنا شنو العينة اللي نأخذها. زين فبما أنه قلنا سوي لنا قرحة بطباطة وقرحة وتنفجر، إذن أكيد أكو تشوف لود دي، أكو تشوف لود سوائل التهابية أقدر أخذها من الآثر في بدايتها. فإذا specimen include tissue fluid expressed
from early surface lesions استوها طاقة. For demonstration of spiral kits بواسطة إما dark field microscopy أو immunofluorescence أو راح نشوف نقدر نفحصها حتى بالألايز بالإنزيم إمينو أسي أو بالPCR. فيقول such a specimen can also نكمل يعني وياها نكملها وياها طبقها هاي وياها زين يعني حتى ذا أنا كنت فاصلها والله أفضل أنه أطبقها حتى ما تي متي زين. Such a specimen can also be tested by nucleic acid. شنو هو النيوكليك أسيد amplification؟ هو الـ PCR عافية إيه اللي هو شنو؟ PCR إيه لأن هو polymerase chain reaction شنو ما يفتقنه؟ هو ضخم الحامض النووي في نيوكليك أسيد زين. إذن التشو فلويد نقدر نفحصها بالديمونستريشن الطرق اللي عندي اللي هي دارك فيلد امينوفلوريسنس أو PCR أو إنزيم أمينو أسي أو سيلفر إمبريجنيشن أي واحدة زين. البلد بس سيرولوجي ما أقدر أفحصه حتى أشوف المايكرو أورجانزم حتى أشوف المايكرو أورجانزم ده ما أقدر أستخدم. بس سيرولوجي for detection of syphilis A زين. سيرولوجي اللي أقصد أنا شو أسوي بالسيرولوجي شو مفادة detection of disease detection of syphilis هم صحيح بس visualization of microorganism أو demonstration of microorganism نقول demonstration of يعني أشوف المايك لا زين. CSF استخدم السيرولوجي for venereal disease research laboratory test أسمي VDRL هذا فحص سيرولوجي شهير إلها زين. فهنا يجي سؤال which of the following test is useful for serological diagnosis of syphilis when done on CSF رأسا نقول هو قايل لي CSF أسوي لهذا فإذا واضح. إذا قال لي غير فحص أقول هو ما ذاكر زين. البلد ممكن استخدمه for demonstration of treponema pallida direct demonstration لا detection of syphilis disease A بس demonstration of treponema pallida غلط. إذن هسا نجي نشوف شو نسوي ذن التيستات مال نشوف البكتيريا. يقول بالدارك فيلد تاخذ قطرة من تشو فلود أو الإكزوديت تخليها على سلايد وتغطيها بكفر سلايد وتروح تفحصها بالدارك فيلد مايكروسكوب حتى تشوف البكتيريا وإذا متحركة تشوف الحركة مالتها لأن أنت حاط قطرة مائية ما مثبتة على مود تشوف شنو الحركة. فإذا هذه بريس over it to make thin layer where direct visualizing motile spirochete in a dark background مثل ما رأيناكم الصورة السابقة. بالنسبة للميلون فلورس لا انت تاخذ تشو فلويد او الاكزوديت تخليه على سلايد وتثبته وتدور الصبغة لان ما راح تشوف الحركة تريد تشخص المايكرو اورجانيزم موجود ولا لا صبغة بيمن بالفلورسنت أنتيبودي قلنا هاي أجسام مضادة ومتعلقة رابطين وياها مادة متعلقة إذا تشلبت تتوهج أوكي مثل ما شفنا أيضا. أما السيرولوجي فناخذ بلاد ونفصل السيرم مو صحيح حتى نفحص السيرولوجي هنا بالتريبونيما السيرولوجي بتفاصيل لازم تحفظوها. أكو تيستات نسميها نان تريبونيمال تيست لأنه تعتمد على أنتيجين ما ماخذيه من البكتيريا هاي اللي قلت لكم راح نسولفها بعد شوي. وأكو تيستات نسميها شنو تريبونيمال تيست لأنه تأخذ أنتيجين
من التريبونيما هي نفسها، سميها تريبونيما الأنتيجين مالتها مو مال غيرها. شلون؟ هسه خليها أخلص من الديمونس بالديتكشن أو ديمونستريشن أو تريبونيما نيفزديت. إذا أريد أشخصها بالأكسديت أدي مجموعة من الفحوصات، قلنا بالدارك فيلد، قلنا دايركت فلوريسنت أنتيبودي، زين قلنا سيلفر امبريجنيشن ممكن، زين ما ذكره هناك، هنا ذكرنا يعني. إلى اسم ثاني سيلفر امبريجنيشن ليفاديتيز ستين، ليفاديتيز ستين، انتبهوا على ذم البدائل خاف نخدع بيها. أو قلنا ممكن إنزيم أمينو أسيد أو الموليكولار باي بي سي آر باي بوليميريز تشين ريأكشن. هذه نستخدمها to detect my syphilis in exudate، بس مو demonstration microorganism، بس الثلاثة الأولى أشوف المايكرو أورغانيزم، ذن البقية ديتكت مايكرو أورغان، ديتكت الأنتيجين مالتها. واضح؟ يعني بس بامتحان الوزاري هو ايش سوى؟ قال ميثود يوزد تو ديتكت سيفليس، ما قال تريبونيما. قلنا إذا قال سيفليس ترهم عليهم كلها. فهنا أنا من يطيني هنا which of the following method used to detect syphilis، يقول all of the above. إذا قال demonstration of treponema pallidum أوصل للسي وأوقف. واضح؟ إذا ما منطين السي منطين بس الأي والبي ومنطي غيرهم، أختار بس الأي والبي لأن هنا أنا ذاكرهم بس دول الاثنين. واضح؟ ذاكر الدارك فيلد وذاكر الأمينو فلورسنس. تميز بالمصطلح، ترى خاف يتلاعب بيه بالكلام. detection of syphilis صحيح، أي واحد من ذولا، أي واحد من ذولا، واحد من السيرولوجيكال تيست هي detection of syphilis، مو بس ذولا يعني في VDRL صحيح هم detection of syphilis. واضح؟ بس demonstration of treponema pallidum يعني المايكرو أورغانيزم نفسه نشوفه فد الثلاثة ذني. أوكي؟ زين هاي خلصنا من عدها المشكلة، نجي نشوف شنو ذا اللي قال إن الدايجنوستيك تيست هاي كلها سهية دايجنوستيك تيست فور شن سيفلس. إذا نباوع هنا دايجنوستيك تيست فور سيفلس، قال السيرولوجي نقسمها إلى مجموعتين أساسية خليها يمك اللي هبالك. المجموعة الأولى هي نان تريبونيمال تيست، المجموعة الثانية بس باوع اللي هنا بي تريبونيمال تيست. إذن أقسمها إلى مجموعتين تريبونيمال تيست نان تريبونيمال. شنو النان تريبونيمال تيست؟ هي تيستات تستخدم أنتيجين ما مستخلصة من التريبونيما، في يوزنج كارديو ليبن أنتيجين اكستراكتد فروم كاتل هارت. منين مستخلصة؟ إحنا من قلب الأبقار. ليش؟ لأن قلت لك أن الكارديوليبين هو فوسفوليبيد موجود بالدم مالتنا، موجود بقلب الأبقار، فيستخدموه بشكل تجاري يستخلصوه، فهذا الفي دي آر آل هو أنتيجين مالته مستخلصي من قلب الأبقار، فهو مو أنتيجين حقيقي مال التريبونيما، فيسموه نون التريبونيما الأنتيجين. وبعد شافوا أنه هذا الكارديوليبين أنتيجين اللي حتى اللي موجود بها هي ما يحفز أنتيبودي سبيسيفيك للتريبونيما، لا يحفز نان سبيسيفيك أنتيبودي ممكن تتفاعل ويا غير أنتيجينات، فسموها نان سبيسيفيك أنتيبودي أو سموها ريجن أنتيبودي. إذن إذا جاب لي قال لي ريجن أنتيبودي أقل هي نان سبيسيفيك أنتيبودي تستخدم بنان سبيسيفيك تيست اللي تستخدم يوزنج شنو كارديو ليبن انتيجين بالنان تريبونيمال تيست. شوف كم شغله بيها، هي نان تريبونيمال تيست اللي هي او يسموها شنو نان سبيسيفيك تيست،
ليش؟ لأنه هي تستخدم تكشف عن ريجن أنتيبادي. ريجن يقولوها ريجن أو ريجن أنتيبادي اللي تستخدم يوزنج كارديوليبين أنتج. ولكن هاي الفحوصات هي ستاندرد تيست فور دايجنوسيس أوفيسر، هي الستاندرد أو سحولة STS. شنو فائدتها؟ هنا فائدتها حطيت لكم اياها يا ما منطينا اياها، تستخدم فور سكرينينج اند فور مونيتورينج اوف ثيرابي. يعني شنو؟ يعني دراسه المسح ايش قد عندنا مصابين ايش قد عندنا لا، بغض النظر اصابتهم ايش وقت، سكرينينج تيست. واثنين، عندي مرضى سويت لهم اني تحليل الفيديو على الاقل طلع بوزيتيف، تايتر عندهم، طيتهم علاج، ورا فترة أريد أشوف استجاب للعلاج لو لا، هم أعيد للفيديو أرى. واضح؟ إذن بالتشخيص ومتابعة العلاج، فهي سكرينينج أند مونيتورينج. من أمه عندي خمس فحوصات أحفظهم: وزرمان كومبليمنت فيكسيشن تيست، كان فلكتويشن تيست، VDRL فينيريال ديزيز ريسيرش لابراتوري تيست، هاي صار ثلاثة. رابيد بلازما ريجن تيست أو سحولة RPR تيست، وتولدين ريد أنهيتد سيرم تيست أو سحولة تراست ينحفظ. ذني أدرخ ذني هنا نان تريبونيمال تيست نان سبيسيفيك، يعني تستخدم تكشف عن الريجن أنتيبودي باستخدام الكارديوليبين أنتج. هن نان تريبونيمال تيست أعيد اللي هم يعني نان سبيسيفيك تيست تكشف عن الريجن أنتيبودي، ده تكشف عن الريجن أنتيبودي بالجسم مالتي بالسيرم باستخدام الكارديوليبين أنتج، فبالتالي هي ستاندرد تيست فور سيكس. زين، سؤال: which of the following tests use cardiolipin antigen؟ which كولي، اذا حط لي واحد غيرهم اقول هذا، انا احفظ ذولا ادرخهم ذولا انا سبيسيفيك اللي هم يستخدمون كارديولبين، اذا خلال اي واحد غير ذولا اقول لا هو هذا مو منعتهم. واضح؟ او اذا قال all the following are standard tests for syphilis except هم all ذولا، شال واحد حط لي غيرهم، مثلا حط لي تي بي اي اقول هذا تي بي اي مو معناته ماني دارخ دول. بعد او قال لي which of the following is a specific test، اي واحد خلت له اربعه من دول او ثلاثه وجاب واحد مختلف اقول هو، حتى اذا انا ما حافظه انا ما دام احفظ الدول خلاص. زين، نجي بعد المجموعه الثانيه، قلنا هي تريبونيمال تيست، يعني تستخدم تريبونيمال انتيجين، يعني هي سبيسيفيك. شوف هي كلمة قودنا إلى تريبونيمال تيست، يعني هي سبيسيفيك، يعني تستخدم تريبونيمال انتيجين، يعني تكشف عن يا انتيبودي انتيبودي ضد التريبونيمال. إذا تريبونيمال تيست هي تكشف عن انتي تريبونيمال انتيبودي، خوش مو عن ريجن أو ريجين أنتيبودي، لا تكشف عن أنت تريبونيمال، فبالتالي هي سبيسيفيك. وش تستخدم؟ واضح ده تستخدم تريبونيمال سيرفس أنتيجين أو سيرفس بروتين، هو أنتيجين بروتين هو أنتيجين. أوكي، زين، منين جابوها مال تريبونيمال؟ هنا أنا نوقف انفصل، منين جابوها؟ قال يابا هي بالحقيقة أخذوها من نوعين، النوع الأول تريبونيمة غير مرضية طفرة. زين، فالسلالة طافرة غير مرضية تنزرع، لأن احنا نعرف التريبونيمة ما تنزرع، هذه الطفرة تنزرع وغير مرضية. فالجروب الأولى هي جروب specific test using تشرجواخط كالتيفابل تريبونيمال أنتيجين. بس منين هاي الكالتوفابل؟ احنا مالتنا مو كالتوفابل، فسلالة نسميها رايتر
سترين. إذن أخذوها من سلالة اسمها رايتر سترين، هاي تنزرع كالتيفابل وغير مرضية، اكتب عليها أفريولنت يعني غير مرضية. شنو الفحص؟ واحد هو اسمه رايتر بروتين كومبلمنت فيكسيشن RPCF اكتشفوه بعام 1953. هاي الرقم خاف تقولون شنو اكتشفوه بهذا السنة. زين، بعد هذه المجموعة الأولى اللي هي بالتريبونيمال، المجموعة الثانية هي هم تستخدم سبيسيفيك تريبونيمال أنتيجين بس ما أخذيمني من مرضية باثوجينيك تريبونيما باليدم، هي مالتنا اللي تصيب الإنسان المرضية تريبونيما باليدم. هذا اللي ما أخذيه من المرضية إما تكون عدلة وإما تكون شنو مقتولة. إذا عدلة تيست يوزينج لايف تريبونيما باليدم أسميه تريبونيما باليدم إمموبيلايزيشن تيست، أي يعني متنقلة أو إمموبيلايزيشن متنقل. زين، يجيب ياخذ البكتيريا العدلة المرضية أو الجروب الثاني اللي هي هم سبيسيفيك ومرضية بس شنو ميتة، تيست يوزن كولد باثوجينيك تريبونيما باليدم، كولد باثوجينيك تريبونيما باليدم قاتليها احنا. اوكي، هذه اما نسميها تريبونيما باليدم اجلوتينيشن تيست تي بي اي او تريبونيما باليدم اميون ادهيرنس تي بي اي اي او فلوريسنت تريبونيما انتي بودي ابزوربشن فلوريسنت تريبونيما انتي بودي اف تي اي و اي بي اس من الابزوربشن. اوكي، هذا كله بيستخدم شنو الكولد، واضح؟ سعدي لايف وعدي كولد كله سبيسيفيك. اكو بالسبيسيفيك جروب الثالثه يقول انا لا اخذ المقتوله كلها ولا اخذ العدله، لا اجيب وحده قاتلها بس اخذ خلاصه منها اكستراكت، فاذا نسموها تيست يوزنج تريبونيما باليدم اكستراكت. هي كلها ضمن السبيسيفيك، واضح؟ كلها تريبونيما تيست بس مو غير مرضيه، مو غير مرضيه، لا مرضيه ولا حيه ولا مقتوله وانما مستخلصه، ياخذ يعني خلاصه من عدها. زين، اجزاء من جسمها. فهذه ايش سموها تريبونيما باليدم هيماجلوتينيشن اسي تي بي اتش اي او مايكرو هيماجلوتينيشن تيست فور تريبونيما باليدم ام اتش اي تي بي اي او تريبونيما باليدم انزيم اميونو اسي تي بي اي 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 الانزيم اميونو اسي نختصره ب اي اي اي. فتهمت اعطيك بس انه تخلي بالك انه السبيسيفيك اللي تستخدم الباثوجينيك، اللي تستخدم الباثوجينيك اسماءها تلقى تي اذا تباوع وياي، هاي بها تي او قسم تي بي تريبونيما باليدم، ها شوف هنا كلها تريب تيب، او هنا تلقى بها تي تي او تي بي تي بي تي بي، فلو تي لو تي بي تلقى بهم. اذن سبيسيفيك ومرضية، بس بقى انت وشطارتك شلون تميز هذه كولد هاي شلون تحفظها هاي حية او اكستراكت. زين، بينما النون سبيسيفيك لا ما تلقى هذه هذا تلقى اسم يعني مختلف. زين زين، نجي بعد شغله انه السبيسيفيك ما تفيدني متابعه العلاج، لانه هاي الانتيبودي تطلع عند المريض مين ينصاب ورا ما يدري تبقى عنده موجوده، صح؟ هي سبيسيفيك يعني إذا طلع بوزيتيف فهو عدى سفلس ما بيها نقاش، مو مثل ذيك ممكن مشكوك بيها لأنه ممكن تطي كروس قلنا كارديو ليبين أنتيجين موجود ويا
هنا وهنا زين. ولكن الانتي تريبونيمال انتي بودي تيست ار مور سبيسيفيك دان ريجن بيست يعني ذيك اللي هي انتي النان تريبونيمال but remain positive during and after successful treatment. فبالتالي not useful for monitoring. هذا خارج من عندي أنا منطقية خاف أجيب النهالية. فإذا قال لي من اللي يفيدني لتابعة العلاج أقول له الVDR مثلا أو النان تريبونيمال تيست أو الكمبليمنت فيكسيشن تيست هذا الوزرمان كمبليمنت أو الخان أو الكان زي أو التراست أي واحد من عندهم هو أره. واضح؟ واضحة هذه؟ جيد جدا. فبقت عليكم شوية هاي تعبكم تحاولون تحفظون السيرولوجيكال تيست تفرقون. إذا تشوفها بالملزمة جدول المطقية كله قطعة واحدة وصعب الحفظ فإحنا قسمناه سوينا ثلاثة أجزاء حتى تفتهمون زين. عدد كتابته كله وترتيبه بدل ما الصورة اللي مخلينا زين. هاي هنا خليت لكم أسئلة يمكن ما موجودة بالملزمة ونزلتها للمحاضرة بالموقع تقدرون تسحبون بس هاي الصفحة ضيفوها على الملزمة مالتكم زين. خلينا أكو ثلاث مجاميع أو مجموعتين أسئلة إضافية غير اللي راح نعطيكم وياه ورا الامتحان إن شاء الله. هم نعطيكم ملزمة كاملة بحيل الله على كل المادة ماشي.